بحضور 300 ممثل حكومي ومانح دولي عن المجتمع المدني وزوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان، انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السادس لمنظمة وطن في مدينة اسطنبول التركية، حيث افتتح بكلمة للسيدة أمينة أردوغان تحدثت خلالها عن ضرورة تكاتف المنظمات الدولية والمحلية لخدمة المجتمع، معبرة عن حزنها على ما يحصل في سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤتمر يهدف إلى الجمع بين المنظمات السورية والدولية لمناقشة مواضيع رئيسية حيوية وذات صلة بالوضع الإنساني وتوفير السلامة في مناطق تخفيف التصعيد المدرجة ضمن اتفاق أستانا، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين الذين يعيشون ظروفا إنسانية قاسية. ناقشنا موضوع إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وأنه لا يجوز استخدام أسلوب الحصار ومنع إيصال المساعدات، وأن القانون الدولي الإنساني المتمثل باتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين عام 1977 كلها تنص على أن الدول ملزمة بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للأناس المتضررين. المؤتمر تخلل ورشة عمل جمعت بين مسؤولين أتراك ومانحين وفاعلين دوليين ومحليين في سوريا وتركيا لبحث وسائل تقوية واستجابة فاعلة للمدى الطويل، إضافة لتوسيع شبكات العلاقات في مجال العمل الإنساني. مؤتمر منظومة وطن مؤتمر يشبك بين مجموعة كبيرة من المؤسسات والمنظمات، وأصلا مع صانعي القرار، مع السياسيين، مع المانحين. نسعى في هذا في المؤتمر أن نقوم بمناصرة للأولويات، أولويات المرحلة، مناصرة لأولويات أهلنا في سوريا. وتسعى منظمة وطن من خلال مؤتمرها على توسيع وتقوية الروابط بين أعضاء شبكة وطن، وتركز من خلاله على دعم الجهود السورية في الداخل السوري وفي دول اللجوء أيضاً.